هلا كيف هي طريقة التسجيل بمنصتنا الخاصة بالكورسات الدوائية يلي نحن مثل ما قلت لكم سابقا انه حنعمل كثير من الكورسات، فجميع الكورسات حتكون موجودة ضمن منصة الكورسات الدوائية. فالمنصة هي موجودة على الانترنت على الموقع التالي farmind.net/learn. اوكي، فبعد ما نحن ندخل للمنصة يعني نشوف هون مكتوب online pharmacy courses, continuous pharmaceutical education, okay, improve your therapeutic knowledge towards providing better healthcare services to patients. تمام، نحن مشاركين هون الكورس الأول اللي هو PharmMind First Steps، هو كورس مجاني تمهيدي. في عندنا كمان هلا الكورس PharmMind Antibiotics Review، اوكي هذا اللي نحن حندخل فيه. وحنشوف هون بعض التبويبات مثل لوج اوت، برايفسي، ارتكلز، ماي كورسز، لوج ان اند بروفايل، ريجستر اند هوم. تمام، فهي هي المنصه، حنشوف من خلالها مستقبلا كل الكورسات الدوائيه اللي حنعملها. بعد كورس الانتيبيوتكس نحن كمان حنعمل كورس له علاقه بالممارسه ضمن صيدليات المجتمع ان شاء الله، بس لننتهي من هذا الكورس حيكون كمان متاح هون. ف طبعا ضروري تشارك بالكورسات اللي عم نعملها هون لحتى تكون مؤهل للكورسات اللاحقه اللي احنا حنساويها. فاهم شيء انك تضغط على زر ريجستر او تسجيل. طبعا بهذا التبويب حنشوف انه حتدخل انت الاسم تبعك، اوكي مثلا لنقول اسمك like this. طبعا هذا مثال، اكيد انت اسمك لازم تحط اسمك الكامل، فيرست نيم واللاست نيم يكونوا بشكل صحيح. طبعا هذا مثال، انا عم بعمل لكم هون مثال، ما حدا يحط اسمه احمد كامل، هذا بس مثال لحتى اوضح لكم كيف عمليه الريجستريشن بتكون. بتحط اسمك الاول الصحيح واسمك الاخير حتى يكون موجود ضمن شهاده المشاركه لو حصلت معنا على شهاده مشاركه، وبتختار يوزر نيم خاص فيك. تمام، مثلا هون احمد كامل، وبتختار الايميل. طبعا انا هنا ححط ايميل كمان، هذا الايميل هو ايميل تجربة، اكيد انت حتحط ايميلك لانه بدك تحط ايميلك الصحيح ليوصلك كل النوتيفيكيشنز الخاصة بالكورس اللي انت حضرته. يعني لو اطلقنا اي ماتيريال جديدة خلال اسابيع تبع الكورس بيوصلك نوتيفيكيشن انه اطلقنا ماتيريال جديدة، فتأكد انك تحط ايميلك الصحيح، هذا ايميل تجربة لحد يحطه. اوكي، وبتختار باسورد. اوكي، بعد ما نختار باسورد بكل سهولة. أهم نقطة هون إنك أنت تتذكر الإيميل اللي سجلت فيه والباسورد، بتحطهم على جنب، تحفظهم، تطبعهم، تحطهم على اللابتوب، على الموبايل، المهم إنك ما تضيع الإيميل وما تضيع الباسورد الخاصين بمنصة PharmMind Courses أو منصة كورسات PharmMind أونلاين. أوكي، أصحك تضيع البيانات لأنك حتحتاجهم كل ما بدك تدخل لمنصة الكورسات لتكمل الكورس أو لحتى تسجل بكورس تاني. التسجيل هذا اللي انتم شايفينه بهذا الفيديو هو تسجيل اول مره فقط، اول مره بتعمله، بعدين بالمستقبل حتعمل شيء اسمه لوج ان، يعني تدخل البروفايل تبعك وبتعمل تسجيل دخول، وبدك تعمل تسجيل خروج، يعني معروفه هالاشياء هي، مثل كانك عم تدخل على الفيسبوك تعمل لوج اوت بسهوله. اوكي، طبعا انا هون عم فصل لحتى في اشخاص في احتمال يعني يلاقوا صعوبه بالتعامل مع المنصه، فانا هون عم يعني بسط واشرح بشكل واضح. اوكي، بس لتخلص كتابه اسمك الحقيقي واسمك والكنيه واليوزر نيم وايميلك وتختار باسورد، تضغط على زر ريجستر. طبعا بعد ما تعمل ريجستر حيوصلك طبعا نوتيفيكيشن على هذا الايميل، وفيك طبعا من هون وتدخل على البروفايل تبعك، بتشوف هون البروفايل تبعك، بتختار صوره مثلا. اوكي، حتشوف هذا الشيء ضمن البروفايل. اوكي، بتضغط على هذا الزر لوجين اند بروفايل، وفيك تختار صوره شخصيه لك، واذا تحدث البايو تبعك مثلا انت فارماسيست او فيزيشن الى اخره، لحتى يعني اذا صار في يعني تواصل ايضا عن طريق المنصه، لو عندك ويب سايت او حسابك على الفيسبوك، تويتر، لينكدين، فيك تضيفهم هون وتعمل ابديت للبروفايل تبعك بحيث انه يعني يكون لك مثل ما قلنا بروفايل على منصتنا الخاصة بالكورسات لحتى نقدر نتواصل و يعني نعرف بعض أكثر. أوكي، من هذا الزر تقدر تشوف شو هي الكورسات اللي أنت داخل فيها. تمام،
enrolled courses. طبعا لحد الان ما في ولا كورس انت داخل فيه طبعا، لانه هذا الفيديو هو فيديو تجربه انا عملته لهذا الشخص، هذا اسم وهمي طبعا، بس لحتى اشرح كيف اليه التسجيل، تمام، بس لاشرح كيف اليه التسجيل. الويش ليست بيطلع لك هون كل الكورسات اللي انت يعني حابب انك انت تشارك فيها مستقبلا، بتضيفها للويش ليست من خلال الكورس نفسه. مثلا انت لو حابب انت تشارك باي كورس تضغط على هذا الزر فبتضيفه للويش ليست، مثلا انا حابب هذا الكورس فبتضيفه للويش ليست. فترجع انت على البروفايل تبعك حتشوف الويش ليست انه صار عندك هذا الكورس. اوكي، طيب الريفيوز حتشوف بقى كل الريفيوز الخاصه ب يعني الكورسات اللي انت حضرتها وحطيت عليها ريفيوز. اوكي، لانه كتير مهم انك تحط الريفيوز. ماي كويز اتيمبتس، وقت انت تشارك باي كورس فيه اختبارات حيطلع عندك هون كل المحاولات اللي انت عملتها لعمل هالاختبارات هي مع نتيجتك على كل اختبار. اوكي، هذا الشيء كتير مهم لحتى تعمل سكرين شوت او لقطه شاشه لكل اختبار وترسل لي اياه لحتى نتاكد من معدلك النهائي وقت نحن نرسل شهادات المشاركه بنهايه كل كورس. اوكي، طيب البيرشس هيستوري هون بيطلع لك وقت انت يعني تسدد رسوم التسجيل باي كورس انت بتحضره، حيطلع لك هون الهيستوري الخاص بتسجيلك باي كورس. طبعا هذا الشيء مهم لحتى بالمستقبل يعني لو انت حابب ترجع له ويكون عندك ايفيدنس انك انت شاركت بهذا الكورس وسددت رسومه حيطلع لك هون. هلا بالنسبه للي فعلوا عضويتهم بشكل دائم معنا فما في داعي هن يسددوا عن كل كورس، فكمان حيطلع لكم هون الهيستوري انك انت مدخل الكود المجاني وانت مسجل بهذا الكورس. اوكي، طبعا بعض السيتنجز فيك انت تتحكم بالسيتنجز الخاصه فيك، تمام، مثل ما قلنا انك انت تختار البايو تبعك، اذا تعدل اسمك اذا كان في خطا فيك تعدله من هون، تعمل سيف اذا تغير صورتك الشخصيه من هون الى اخره، تمام. طيب هي اهم الاشياء اللي انا كنت حابب احكي عنها فيما يخص موضوع البروفايل والريجستريشن، تسجيل بالمنصه وتعديل البروفايل. كل ما بدك تعمل لوج ان تضغط على هون. اوكي، اذا تعدل البروفايل كمان نفس الزر. هلا وقت تضغط على زر الارتكلز طبعا هون حتنتقل لمنصتنا الخاصة بقى بالارتكلز. طبعا هون انت خرجت من منصة الكورسات ودخلت بمنصة الارتكلز، طبعا هذا الشيء نحن ما بدنا حاليا، ولكن انا عم بشرح لك شو هذا الزر. البرايفسي، سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا، لانه نحن متبعين قانون جي دي بي ار الاوروبي وجميع البيانات الخاصة فيك هي محمية لا يمكن انه يتم مشاركتها مع اي احد مين ما كان يكون. اوكي، ففيك تقرا سياسه الخصوصيه باللغه الانجليزيه مفصله، حتى انا فيني افتح لك اياها لحتى تشوفها. اوكي، فيك تقراها، سياسه الخصوصيه كاتبينها باللغه الانجليزيه شارحينها بشكل واضح ومفصل. اوكي، تمام. الزر الاخير هذا زر اللوج اوت او تسجيل الخروج من المنصه. وقت انت مثلا تخلص حضور الفعاليات هذا الاسبوع او اسبوع حابب انك تعمل لوج اوت، يفضل تعمل لوج اوت لحتى ما حدا يدخل على لابتوبك مثلا او على موبايلك، لانه هلا انا عم بشرح لكم هون من اللابتوب، ولكن فيك تدخل للمنصه كمان من الموبايل وحتشوف نفس الازرار هدول اللي انا هلا شارح عنهم. اوكي، يفضل تعمل لوج اوت لحتى ما يصير خطا او مثلا حدا يفوت على المنصه و يعني يصير في اي اخطاء بكبس اي زر. اوكي، هلا الفيديو التالي انا حاشرح فيه كيف انت بقى سواء عندك تسدد رسوم تسجيل باي كورس، اوكي، او تدخل الكود المجاني لحتى تقدر انت يعني تشارك معنا باي كورس نحن بنعمله. فبتمنى تكون استفدت من هذا الفيديو اللي كان مثل ما قلنا هو شرح مبسط عن طريقه التسجيل بالمنصه وشرح عن المنصه الالكترونيه. اوكي، مثل ما لك شايف هون، هلا مثلا بدك تختار اي كورس هون، مثلا مثل هذا الكورس، حتلاقي التقييم تبعه، حتلاقي اسم الكورس، المشرف على هذا الكورس، تمام، المستوى بيجنر مثلا. كمان فيك انت تشاركه هون عن طريق الفيسبوك، تويتر، لينكدين او ال 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 تمبلر. اوكي، وحتشوف كمان انه عدد الليرنرز اللي دخلوا بهذا الكورس. اوكي، مدة الكورس إذا كان مصغر أو طويل، مثل هذا الكورس مصغر مدته كله ما بتتجاوز 3 ساعات. تصنيف هذا الكورس، أوكي، حتلاقي بعدين ديسكريبشن أو توصيف هذا الكورس لازم تقراه لحتى تعرف عليه، المشرف إلى آخره، وشو حتتعلمه بهذا الكورس، طبعا لازم تقراه بالإنجليزي إلى آخره. حتشوف هون على اليمين
انه مثل هذا الكورس هو فري، في بعض الكورسات مجانيه وفي كورسات مدفوع. فحتشوف انه هذا الكورس شو بيحوي على فيديوز ريدينجز بي دي اف الى اخره، هو سيرتيفيكت اوف كومبليشن. اهم زر باي كورس هو الانرول ناو، طبعا حنشرح عنه بالفيديو التالي، فلازم انت تشوف الفيديو التالي. حنشوف كمان هون على اليمين الريكويرمنتس، شو هي شروط المشاركه بهذا الكورس او متطلبات المشاركه بهذا الكورس، كمان بتقراها وبتشوف شو هي. مين لمين موجه هذا الكورس؟ مثلا مثل هذا الكورس موجه للصيادله، للاطباء، للممرضين، للدنتست. اوكي، بعدين حتشوف هون التوبكس او المواضيع الخاصه بكل كورس، تمام، من اول موضوع لاخر موضوع. بعدين حتشوف معلومات حول المشرف على هذا الكورس، فيك تقراها، والتقييم النهائي، وحتشوف التقييمات والملاحظات. طبعا نحن طبعا ناخذ بعين الاعتبار الفيدباك تبعكم لحتى نحسن المنصه اكثر، ويعني تستفيدوا اكثر من الكورسات المستقبليه. حتشوف التقييمات هون كلياتها، وطبعا انت بنهايه الكورس حيطلع عندك انك تحط تقييم خاص بهذا الكورس ايضا. اوكي، هلا وقتك تدخل بالكورس طبعا تضغط على زر انرول ناو، تمام. بما انه الكورس مجاني مباشره فيك تبدا بهذا الكورس. حتلاقي هلا ظهر عندك هذا المستطيل اللي حيورجيك قديش نسبه اتمامك لهذا الكورس. يعني هلا لساتك انت هلا داخل الكورس، فنسبه الاتمام تبعك 0%، بس مع انهائك هالمواضيع كلياتهم حتنتقل المواضيع الثانيه. اوكي، وتضغط على ستارت كورس حتبدا بقى. اوكي، وحتشوف كل الماتيريالز. ليش هون مثل ما انا شايفين المواضيع مقفوله؟ لانه لا يمكنك انك انت تنتقل لاي موضوع من مواضيع اي كورس، تمام، الا لحتى تخلص من الموضوع اللي قبله. هلا هذا مفتوح، اوكي، فبتقرا انت الموضوع سواء كان بشكل نصي او بشكل فيديو او صوتي او بي دي اف. طبعا وقت تخلص مثل ما لك شايف هون حتشوف عده ازرار. حتلاقي زر complete lesson، حتلاقي اسم الدرس، حتلاقي lesson list او اللي هو قائمه الدروس كلها الخاصه بالكورس، وحتلاقي كمان زر هون كتير مهم اللي هو questions and answers. اذا عندك اي سؤال له علاقه بهذا الكورس تختار، مثلا تختار سؤالك، يعني اي سؤال بدك اياه، بس حط له تصنيف لحتى نعرف. مثلا سؤال حول المحاضرة رقم 1 مثلا، انت فيك تختار اي شيء مشان احنا نعرف عن شو سؤالك. بعدين بتسأل السؤال تبعك، طبعا بتسأله بكل سهولة، يعني تكتبه وبعدين بتعمل submit my question. طبعا توصلني انا باعتباري انا المشرف على الكورسات حاليا، وبيوصلني الأسئلة تبعك وبيتم الإجابة عليها، وحتلاقي أي سؤال طرحوه زملائك أو أنت طرحتهم حتلاقيهم موجودين هون. أوكي، تمام. طيب فمثلا خلصت الدرس الأول، فبتعمل complete lesson. كتير مهم تعمل هالشغلة هي، إذا ما عملتها ما رح يفتح معك الليسن اللي بعده. أوكي، مثل ما لك شايف مقفول. هلأ شوفوا شو رح يصير. أنا مثلا هلأ خلصت الدرس الأول فعملنا complete lesson، فبتنتقل شايف هلا بيطلع عندك هالإشارة الصح الخضراء انك انت انهيت الدرس واتممته حضرته. وهلا حتى حتشوف وقت ترجع للكورس نسبة الكمبليشن ريت تبعك حتزداد. فانفتح عندك هون الدرس اللي بعده، فبتضغط عليه او بتضغط على زر نيكست. حتلاقي هون في زر نيكست او previous، ترجع لورا، نيكست بتتقدم لقدام للدرس التالي، نيكست مثل ما لك شايف هون، او بتضغط من هون بكل سهولة سواء كانت على الموبايل او على اللابتوب. قلت لكم انا افضل استخدم اللابتوب لانه اسهل. كمان بتحضر الدرس وهكذا. طبعا هذا الكورس اللي انا هلا عم بشرح عنه هو كورس سابق، ولكن بالنسبه لكورس الانتيبيوتكس ف كمان حتشوف نفس التفاصيل ولكن غير عناوين وغير مواضيع، وكمان حتنتقل بكل سهوله. وتخلص الدرس بتعمل كومبليت وبتنتقل وهكذا. اذا كان في كويزز حيطلع لك الكويز مباشره لتعمله، اذا كان في فيديو حتعمله وهكذا. اوكي، تمام، مثل ما لك شايف ما راح ينفتح عندك اي درس جديد لحتى تخلص اللي قبله. هلا بالنسبه للجزء الاول اتممت انت البارت 1 والبارت 2، ففتح عندك الجزء الثاني البارت 1، بس البارت 2 ما فتح لانه لازم تخلص هذا. فبتعمل كمان كومبليت هون بيطلع لك كومبليت، تمام، مثل ما لك شايف هون بيطلع لك كومبليت، وبتنتقل وهكذا هيك لحتى تخلص كل الكورس وتوصل للاختبار النهائي وتعمله. طبعا ما فيك تعمله، حيطلع لك هالاشاره هي. اذا طلعت لك هالاشاره هي معناتها شو مكتوب؟ بليز كومبليت بريفيوس ليسن فيرست. اوكي، يعني انت لازم تكمل الدرس السابق اول، يعني هاد
لحتى يفتح هذا، اوكي، وهكذا. فانت لازم تمشي بالترتيب لحتى تخلص هذا الكورس، اوكي. فحكينا هلا بهذا الفيديو عن المنصه، رح نرجع للكورس لحتى اورجيكم. وتضغط على هذا الزر جو تو كورس هوم، بتشوف انك انت اتممت 8% من الكورس، تمام. يعني انت لساتك ببدايه الكورس. طبعا حتى تحصل على شهاده المشاركه لازم يكون الكومبليشن ريت 100%، وكمان لازم يكون معدلك بالنسبه لكورس الانتيبيوتكس اكثر من 70%، اوكي. فبتمنى تكون استفدت من هذا الفيديو، وان شاء الله الفيديو التالي حنحكي عن طريقة تسديد الرسوم الخاصة بكل كورس لو كان الكورس مدفوع، أو طريقة إدخال الكود المجاني للأعضاء الدائمين اللي هن فعلوا عضويتهم. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكان الشرح واضح ومبسط.